أخبار اليوم. رسالة إلى الكابينة الإسرائيلي. السادة أحفاد القردة والخنازير، بعد السلام علينا ورحمة الله وبركاته. لما أطفالنا بتموت حرق على يد مستوطنينكم الملاعين، على مرأة ومسمع كل شيء حي، والعالم دان من طين والثانية من عجين، وقتها ما بنفع نوقف مكسوفين، وقتها ما إلكم عنا بلا مؤاخذة إلا السكين. لما الجدار يقسم بلادنا والاستيطان يقلع زتوننا والحصار يقتل مرضانا ويحرم شبابنا من التعليم ويقهر رجالنا ويفقر قلوب أمهاتنا، وقتها لو نفتح عين ونغمض عين بتحكوا عنا مخربين، وقتها ما إلكم عنا إلا السكين. حروب ودمار ودسرة سم وانقسام وعدوان ليل نهار، ومئات الالاف من الجرحى والشهداء والمعتقلين، وقتها ما تركتولنا حياة الا حياتي.